مثل سوداني بقول لك يعني أسأل مجرب ولا تسأل طبيب. أخوكم السماني آدم حامد مالك أنا كنت صوفي، كنت صوفي وكنت ماخذ الطريقة السمانية وماخذ الطريقة القادرية، طريقتين يعني، وكنت مقدم في الطريقة السمانية، وكان عندي كل يوم اثنين ليلة، كل يوم اثنين بدق النوبة جنب البيت وبنصب الرايات وبسوي الفتة والبليلة وبجمع الناس في الحي عشان يجوا شنو يذكروا الله بالنوبة وينططوا حي قيوم حي قيوم بالنوبة تنقدي تنقدي تنقدي. ده كله كنت قاعد أعمله عند خيمة في المولد، سويت السنة واحد منه وتاب الله عز وجل علي وتركت التصوف. نعم تركت التصوف بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل هذه الدعوة السلفية المباركة تركت هذا المنهج المنحرف. والله يا أخواننا الصوفية دعوة إلى الشرك بالله، دعوة إلى البدعة والخرافة. أي والله كل القصائد اللي بيقولوها أخواننا هنا أن إحنا كنا بنعتقد عقيدة عديل، شفت كيف بناديهم بناديهم دي كنا بنعملها عديل. يعني أنا مشيت قبب ومشيت زيارات جوا القبة، أنت بتطوف زي طوافك بالكعبة، حاجة شفتها بعيني وعملتها الحمد لله ربنا تاب علي. بنطوف وبنسأل الميت، بنسأله النفع وبنسأله وبنستعيد منه من الضرر، الميت الشيخ بنعتقد فيه. كنا بنعتقد كل القصائد اللي بيقولوها أخواننا ديل والشباب ديل جزاهم الله خير وبينوها للناس. ممكن المنهج بتاع بيان يكون فيه غلظة وشدة، لكن هو عنده دليل على الكلام ده، عنده دليل انه يبين بهذه الصورة. والله الكلام ده كله كنا بنعتقده وكنا بنطبقه وبنعمله. أخطر عقيدة كنا بنعتقدها انه الشيوخ بيعلموا الغيب، انه الشيوخ بيعلموا الغيب، والكلام ده يعني أصل له البرعي في قصائده زي ما قال قوماك نزاور للأولياء الأكابر منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب ظاهر وباطن. يعني كنا بنعتقد انه والله الشيوخ ده بيعلموا الغيب، واحد عنده مشكلة عنده حاجة رايحة له بيمشي لمنه للشيخ عشان يسأله انه يرد له حاجته دي او يقضي له الحاجة بتاعته. وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي شنو؟ قال له كل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الكلام ده للرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم والله الصوفية دعوة إلى الشرك بالله عز وجل، كلام ده أنا مجربه، ودعوة إلى البدع. يعني انت بتذكر الله بالنوبه كيف؟ يعني انا داير اعرف النوبه دي كنا بندقوها بننطط لحد ما العرق يكب، حي قيوم حي قيوم حي قيوم الله الله، يعني حاجه استهزاء بالدين يا اخي، ده استهزاء. ايذكر الله عز وجل بهذه الطريقه؟ ايذكر الله عز وجل بهذه الطريقه؟ انا لما خشيت ذاتي لا وسته، انا لما خشيت بنيه التمسك بالدين صحيح صحيح. انا ابوي صوفي وعندي اخوي في البيت صوفي جد كمان، يعني احنا حينا كله صوفيه وبنمشي الزيارات في الصابونابي هناك عندنا في ولا السنار، انت كيف الكلام ده عندنا؟ يعني احنا هناك بس الاخ قال انا من اسره صوفيه، لكن انت ما دعمقت في التصوف. انا دعمقت في التصوف، كنت مقدم عديل بلبس جلابيه خضراء، عندي رايات عندي نوبه عندي خيمه بتاعت مولد، كمان خيمه بتاعت مولد يا اخواننا تخيلوا. ايوه والله فشفت يا اخواني الكرام الصوفيه دعوه الى الشرك. انا بقول لك عديل والله، انا والله قلت لي ابوي قلت لي ابوي والله، وهو بقول لك ان احنا علمنا. انا لما خشيت قلت له دار العلم والله، قعدت مع الشيخ طبعا الشيخ الاول كذا نقص لكم قصته، لما اداني الطريقه انا لاوزت منه كيف، لانه كان زول مترفع متكبر اسمه الشيخ السماني في منطقه اسمها معيدان علينا هناك. يعني اول حاجه الزول ده قاعد في كرسي فخم كده بتاع المكاتب داك، اللابتوب بتاعه قدام السماعات في اضنينه قاعد يا زول الجماعه يجي يخطوا له البياض ويعزم لون ده الشيخ السماني ده. ها نحن جينا ناس السوكي اخذنا الطريق، اذن الاذان بتاع العصر قفلوا الشيخ جوا اوضته ونحن مشينا الجامع جوا المسجد صلينا، وانا قلبي اكلنا يا جماعه الشيخ ده وينه ما جا صلى معانا. قلت له يا اخونا الودانا الغشانه اسمه ابا ذر الله يهديه الى الصواب، قلت له يا اخوي الشيخ ده ماله ما جا صلى معانا؟ قال لي يا زول هوي الشيخ ده بصلي في مكه انت يا زول؟ كلام والله يا اخوان الكلام ده قالوا لي شخصيه،
قلت له يا فلان الكلام ده صحيح؟ قال لي صحيح. انا سكت على كده، ما كان عندي علم عشان اقدر ارد. وعبد الله بن مسعود يقول: ولقد رايتنا وما يتخلف عن صلاه الجماعه الا منافق معلوم النفاق. في عهد الصحابه كان يؤتى بالرجل فيهادى بين الرجل والرجلين حتى يقام في الصف للصلاة. ما كان بيلعبوا في الصلاة الصحابة. ده شيخ ولي بدي الناس الطريق وبوجههم لرب العالمين وهو بيتخلف عن صلاة الجماعة. دي أول حاجة خلت قلبي أكلني شوية. بعد فترة بنمشي له زيارات وأنا ما مطمئن له. جيت قعدت مع الصوفية في البلد، هم خليط غادرية وبرهانية وسمانية، عندنا عصر كل يوم جمعة، والعصر ده يا اخواننا بتسمع فيه النبذ الفاحش البذيذة، بزاء بزاء ما بعدها بزاء، يقول لك ده مشربنا بتاع الطريقة. انا اعترضته، انا جيت عشان اطلع من الجو بتاع النبذ ده والحفلات وبتاع، واجي القى جو ديني لقيت اسفت من الجو ذاك. والله العظيم صحي زي ما بكلمك. فقلت لهم يا جماعة والله الشيخ السماني ده ما عنده خلوة وما عنده، انا ده اتعلم الدين يا اخي. الشيخ ده والله قلت له شخص سليمان، ده اسمه شخص سليمان ما عاجبني والله، ماخذ طريقه غادريه مكاشفيه الزول ده وبدي طريقه زول مقدم كبير. قال لي يا زول نحن طريقتنا دي احسن طريقه، الطريقه الغادريه المكاشفيه. قال لي اول حاجه شيخنا عبد الباقي المكاشفي ده قعدني لك قدامه الزول ده. قال لي شيخنا عبد الباقي المكاشفي ويبكي ويقشقش في دموع، والله يا اخواننا. قال لي والله شيخنا عبد الباقي المكاشفي ده عنده كرامات لو حكينا لكم بها الصلوات الخمسه تخلوها. قال لي الرسول جاو في اليقظة ما جاو في النوم، جا قعد معاه وقال لي يا شيخ عبد الباقي المكاشفي انت ما بتدي الناس الطريقة لشنو؟ قال لي والله يا رسول كان بيتضمن لي ناس ديل انا بديهم الطريقة، تضمنوا لي في الجنة؟ قال لي والله انا اضمنهم لك بخمومهم ورمومهم وسجم رمادهم. قال لي والله اللي باخذ الطريقة المكاشفية النار ما بتاكله لا في الدنيا ولا الآخرة. عديل حلف لي. وفي قصص كثيرة بس انا ما داير اطول على الناس، لكن دي القصص اللي بيحكوها لي رغبني في الطريقه بتاعته. انت كيف؟ من ضمن القصص برضه قال لي انه الشيخ ده بيحيي الموتى يعني، وقال لي انت عارف سموه المكاشفي ليه؟ لانه بيكشف ما في القلوب، يعني عارف انت لما تجيه كده بكاشفك ككك بيعرف انت جواك فيش، انت جاي ليه ذاته؟ عديل والله قال لي كده. قال لي يا اخي كان في مريات ماشيه الحج عندها بنيه صغيره، قالت له يا ابويا المكاشفي بيبتدي امانه فوق رقبتك امشي احج واجي. هالمره فاتت وجات لقت بنتها ماتت. بقت للشيخ هنا في رقبته بيتي بس، قالت لي ما بعرف. قال لها يا مرة بيتك ماتت قبال كذا شهر ودفنا. قالت لها انا بيتي بس دايرها هسي، انت شيخ على شنو؟ لازم تجيب لي بيتي. قال ابونا الشيخ المكاشف، والله يا جماعه بتذكر الموقف ده والزول بيبكي، الكلام ده قبال 4 سنوات، انا كان عمري 17 18 سنه معاك في. قال لها، قال الحوار بتاعه يا فلان تعال، فلان ده قال له تمشي قبر فلان دفناه قبال كم يوم، وتقول لها قال لك يا ابويا الشيخ المكاشفي تقومي باذنه باذنه كمان. قال لك الفقير ده استغرب ذاته تحير، قام فات بس فات وقف في القبر كده، ويا اخونا والله لازم هذه الافكار تنقض، ولازم هذه تنقض بهذا الاسلوب، لانه في ناس كتار معتقدين، في ناس كتار ماشيين عليها. انت كم ما وريتهم الصح ما بموتوا على كده، ودين شالوا حق الله ودول العبيد. لازم الناس دي تتكلم، لازم الناس دي تبين، كما ما بينت الله بيسألنا كلنا بعد يوم القيامة. قال الفقير ده فات القبر وقف في راس البيت، قال له يا فلانة أبويا الشيخ قال لك تقومي بإذنه، البيت دي كم قامت؟ زولك ده قال لك جرى، خاف. قال البيت دي جات من سمعة جات البيت. المكاشفي قال للمرة تعالي ديك بيتك سوقية وامشي. المرة قال ساقت بيتها وماشية كده البيت، مرقت من بيت المكاشفي وقعت البيت ميتة، ماتت تاني. المرة قالت آمنت بيك يا المكاشفي، يعني رديت لي آمنتي حييت لي، أنا كده شنو كده اطمأنيت إن بنتي مات الصحي صحي. بعد ذاك قاموا فاتوا شنو دفنوها. قالوا الفقير ده قام جاو قال لي أبويا الشيخ يا أخي دي درجة شنو الوصلت هذه ذاته، حتى ما بتقول بإذن الله؟ يعني أنت قلت لها شو؟ قول لها قومي بإذنه ولا بإذن الله ذاته يا الشيخ؟ قال لي يا فلان أنا لو قلت لك قول لها قومي بإذن الله وإذن الشيخ كان المغابر دي كلها قامت وجات وراك. ده الكلام اللي قالوا لي؟ والله يا زول ده صوفي كبير وللآن صوفي. ده شفت تجي تقول له يا أخي لما تعتر له طوبة كده يا المكاشفي، قايم يا المكاشفي، قاعد يا المكاشفي، شارب موية يا المكاشفي، ما بس أحواله كلها المكاشفي يا جماعة. والله نحن صوفية الكلام ده ما كان بيسرنا.
أسي تمشي تقول له يا عم فلان يا أخي ما تقول يا المكاشفي والله عنده بسطونة خطية بس مخصوص للناس اللي بيقولوا له الكلام ده غلط مبرمج على البرنامج ده. فأنا الداير أقوله إن الصوفية دعوة إلى الشرك بالله ودعوة إلى البدع تريد أن تصرف الناس عن التوحيد وعن السنة النبوية المطهرة. والكلام ده أخواننا جابوه من الكتب لكن أنا بقوله لكنه هو واقع موجود والأخوان المسلمين سكتوا عنه وجماعة أنصار السنة الموجودة هسي ساكتين عنه وناس كتار ساكتين عن الكلام ده وما ينبغي أن يسكت عنه. سكت عنه علماء الأمة رغبة أو رهبة ساكتين عنه ليه ده ما باطل. مفترض الصوفية ذاتهم المتعلمين العارفين ده صح وده غلط آيه ما في شيخ بيقول للناس تعال اعبدوني لكن ما قاعد يقول لهم ما تعبدوني بيكون شايفك انت بتحبله وزيده شفت كيف عشان جاي تقبل يده بمد عليك. والله العظيم ما بقول لك يا اخي لا 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 بل عديل واحدين دال بيقول لك نحن اولياء عديل ينادوك تعال ده حال الصوفية دي الصوفية الموجودة الان ودي هل بينتقدوا فيها اخواننا ديل. والله الذي لا اله غيره هذه دعوة مباركة هذه دعوة مباركة هذه دعوة مباركة واسأل الله ان يبارك فيها وأن ينقذ بها أناسا كثر قد وقعوا في هذا الغي وفي هذا الضلال. فأسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك الله.